كنت حاضر على الارضيه نتاع الميدان على حافه الميدان. الاربيتر زفر مرتين الفاند ماتش، مره تقريبا في 83 ومره في 89. شو كانت الرياكسيون نتاعكم؟ شو حسيتوا في التيران؟ الناس الكل كانت سوربري بالرياكسيون تاعو. وقت اللي تبدا في مومون فور، شفنا بعد البينالتي خدينا احنا اللعبه في الدوزيام ميتون، تقريبا كنا احنا متحكمين في نسق المباراه. لي تكنيسيان الكل يعرفوا كون وقت اللي تدخل في ديزونشينمون تكنيك وانت تو ميتريز لو جو، يصيروا دي كوبور ينجموا يقلقوا. دقيقة 85 ما فهمنا حتى شيء، احنا بيدنا بقينا شوكي. بون حكينا مع الكادريم اربيتر، انا بيدي حكيت مع الكادريم اربيتر، بقى لي صارت اون موفيز كوميونيكاسيون بينه وبين الاربيتر، يمكن ما فهموش. رجعنا في المباراة بعد 3 4 دقائق، يزيد يعاود يصفر في الدقيقة 89. دونك يضر لي مالوروزمون اليوم مرة أخرى. باللي باش نتكلموا على الفريق، وإذا كان نحبوا نقدموا لو نيفو ما نجموش نشوفوا دي شوز باراي، حاجات ما ينجموش يقدموا بالكرة تاعنا. اليوم صحيح عملنا شوط طول ما كناش راضيين احنا بيدنا. بربي قبل الشوط الاول سي جلال، بربي جوج لحظه برك، حتى توصل لي الحكم وضعه الصحي ما كانش عادي صحيا ما صحيا ما نجمش نحكي برشا. ماذا بيا جو بريفير نحكي كودي تكنيك، اما بالنسبه للاربيتر شفنا اليوم لي ديسيزيون تاع الكل كان بيرتوربي في البريز ديسيزيون، ما كانش ثم كوميونيكاسيون كبيره هو وبينه، هو الكاتريم الطاقم تاعو. شفنا حتى في الفار معناتها كانت عنده ديما ايزيتاسيون باش يمشي يقوى، لو الفار موجود باش يعاون. فما لقطه ما شافش فيها الفار، شاف فيها بس الفار صحيح، ما عرفش حتى وين يمشي للفار. خلي التغمين هنا غبي سي جلال. دونك نورمالمون سي جلال، سي جلال لوجيكمون الجامعة عملت الريزيرف نتاعها، لوجيكمون الماتش نجم يتعاود، نجم يتعاود غدا. جست ميكرو سي جلال، سامحوني انا جست ميكرو شويه، تفضل تفضل شيخ.